أنا اللي عنده مواهب، عنده مواهب غناء، عنده مواهب، ابدأوا بالقرآن الكريم. أعظم المطربين بالعالم العربي بدأوا بالقرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، اللي هو غذاء الروح، غذاء الإنسان، منهج الإنسان، أدب الإنسان، أدب الحياة. التزموا التزموا التزموا، انضبوا انضبوا، التزموا، اتكلوا على الله، تعيذوا بالشيطان. النادي كله بنات بيجوا ليلعبوا مؤخرات، ليكبروا المؤخرات، فما عم نعرف نركز. لا تقولوا لحد. سؤال للأذكياء وخاصة عشاق المرسيدس، ومو بس المرسيدس، جميع السيارات. ليش مرسيدس زمان كانت دعاميتها حديد والشبك ألمنيوم، صعب الكسر، ما بينكسر؟ وليش هلا كل سيارات المرسيدس والسيارات بشكل عام صار دعاميتهم فايبر والشبك كروم، سهل الكسر؟ أنا راح جاوبكم ليش. زمان كان لما يصير حادث بدعاميات الحديد، سيارات تفوت ببعضها، سائقين تطيروا من الشبابيك لأن ضربة قوية. هلا صار كلها فايبر وكروم، فصارت الضربة تقتصر على الواجهة الأمامية للسيارة وتصل لعند الماكينة بس، فالضربة أسهل. هذا حفاظا على سلامة الناس. للعلم، جميع ماركات السيارات وأنواع السيارات بيحتذوا بمرسيدس، أي شيء مرسيدس بتقوله بنفذوه، لأن مرسيدس هي الرائد في عالم السيارات. والسلام عليكم. استفدت إن شاء الله. بدلت فلتر البنزين، بدلت ترمبة البنزين، نظفت البخاخات، بدلت مجمع البخاخات، ولكن سيارتي ما زال فيها تقطيع وتطفي. هذه بالتعليقات عندي. تفضل. السيارات اليابانية والكورية والأمريكية وخاصة القديمة فيها شيء اسمه ثروتل بادي، واصل من الماكينة لفلتر الهواء، يتجمع فيه دخان السيارة والإكزوز. هذه بتفكوها، بتنظفوها من داخل، بتحطولها سبراي، بتمسحوها، بعدين بترجعوا بتركبوها، شغلتها سهلة. هذه لا أنتم بتعرفوا فيها ولا حتى الميكانيكية اللي عندكم بينتبهوا لها. سيارات الديزل فيها ثروتل بادي ولكن صعب فكه، صعب تنظيفه، حتى الميكانيكي ما بيقدر عليه، فما في أي مشكلة تركوها ديزل. سيارات الألمانية فيها ثروتل بادي ولكن إلكتروني، بنظف حاله بحاله. فلا تخافوا عشاق الألماني وخاصة البي ام دبليو، عندي وأنا أبو هندي. شوفوا الجو الحلو يا جماعة، جو روعة، جو رومانسي. يبيلة عبد الكريم عبد القادر، محمد عبدو، خالد عبد الرحمن، يبيلة مزة جنبك، شبه بدرية طلبة. خلق من البي امات والجاكوار والبيئه والاودي والش اسمه، ركزوا على الجو، ركزوا على الجو، ركزوا على شنو السيارات. شكله صيني، والله الصين ما خلت شيء لما صنعته. شوف صيني صيني، واخره عن الصيني، واخره عن الصيني. شوف واخره عن الصيني. ركزوا بالجو الرومانسي، ركزوا بالجو، خلكم السيارات، شوفوا الجو. ما أدري عنكم. السلام عليكم. سبب رجفة السيارة على سرعة 80 هي بسبب التيارات بيكون فيها بالونات، بابلز. هاي البالونات بعد فترة بتنفجر لا سمح الله، فبدلوا التيارات. لما تشوفوا بالون بدلوا التيارات، هذا بسبب رجفة على سرعة 80. سبب رجة السيارة وإزعاج السيارة على الشوارع الوعرة، يعني يبيلها تبديل البوشات، الرابرات. سبب رجة وإزعاج السيارة على المطبات، يبيلها تبديل المعاونات والهيئة، وخاصة الستروتس، الستروتس اللي هي النوابض. سبب رجفة السيارة على سرعة 100 لـ 120 هي بسبب تيارات قديمة أو الرنجات يبيلهم ترصيص أو ميزان. سبب رجفة السائق أو السائقة لما شرطي مرور قاعد فاضي لا شغلة ولا عملة ويقول له أصفط يمين. السلام عليكم. شو السالفة؟ أجمل شيء بالحياة إنه يكون عندك أسرة سعيدة، بيت حلو، ويكون قدام البيت سيارة كورولا M850
بس هيك صفه قدام البيت، صفه قدام البيت بس يعني، حتى لو ما بتمشي، حتى لو السياره بدون ماكينه بدون جير، بس صفه قدام البيت، تحس بالبركه، بركه يعني، تحس بالتفاؤل، تحس بالتفاؤل. شوف بس هذه هي الحياه. والدرجة كريشلر حلوة كمان. لا تشتروا بي ام دبليو لهالسبب، ركزوا معي نصيحة، بعدوا عن البي ام دبليو. البي ام دبليو فيها مشكلة رئيسية، مشكلة وحيدة، وهذه المشكلة بتخسر الشركة أمور كثيرة. هالفخامة هذه. إيه المشكلة الرئيسية هي المساحات، هاي مشكلة البي ام دبليو. مساحات تمسح من اليمين لليسار، من اليمين لليسار، وهذه مشكلة عويصة. ديروا بالكم. المرسيدس لا، من اليسار لليمين. السلام عليكم. خليكم على الكورونا. دائماً ركبوا قطع غيار أصلية لسياراتكم، لا تركبوا تجاري وصيني وتايواني وبعدين تشتكوا تقولوا سيارتي عطالة كثير أو هذه السيارة مشاكلها كثير، لأنك ما بتركب لها قطع غيار أصلية. روحوا على الوكالة اشتروا قطع غيار أصلية وشوفوا ميكانيكي مختص مرخص عنده رخصة ميكانيك، مش مدرس بيشتغل ميكانيكي بعد الظهر، لا مرخص عنده رخصة، خليه يركب لكم إياها. دائما ركبوا زيوت أصلية، سوائل تبريد أصلية، قطع غيار أصلية، مشان ما تضلكم تنقوا وتشتكوا يعني. فلا تركبوا تجاري، لا تركبوا النفخ والمكياج والرموش، هذه ما بتدوم، تقع يعني، تلاقيها انفجرت، تقع النفخ بينفجر، بعدين الرموش بتقع يعني، يصيبك تبدل كل 3 أيام. السلام عليكم.